اهلا وسهلا بيكم، هكون معاكم في برنامجكم النهارده انا منال، وياريت كل حاجه في الحلقه تعجبكم ووصفاتي تعجبكم. هقدم لكم طاجن لحمه بالبطاطس، وهقدم سلطه او مخلل الطماطم. معايا في مقاديري لحمه، نص كيلو لحمه كندوز مقطعه، بطاطس مقطعه قطع، بصل قطع، زبده، جزر، فلفل، توابل. معايا جوزة الطيب، معايا بهار، معايا حبهان، معايا توم مفروم. ياريت نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة هعملها إني أنا هولع على البوتاجاز، وهحط الحلة علشان تسخن، وهحط فيها الزيت. هحط زيت أول حاجة، هحط كمية بسيطة من الزيت، وهحط معاها قطعتين زبدة. طبعا أنا بحط الزبدة بعد الزيت، علشان الزبدة لو اتحطت لوحدها على النار بتتحرق. هستنى طبعا لما هتسخن شوية علشان أنكه الزبدة والزيت، عشان أنكه الزبدة والزيت بتاعي. هحط عليهم قرفة، كمية بسيطة. القرفة مع اللحوم أو مع الفراخ بتدي نكهة حلوة قوي، يعني هي مش بس للحلويات، هي في الأكل بتدي نكهة جميلة، وبتطير اي زفاره ممكن تكون موجوده في اللحوم او في الفراخ. هحط قطع اللحمه في الحله. الحله سخنت والسمنه والزيت سخنوا جدا فيها. هيفتني دوت في ايه سخونيتها؟ ان اللحمه بتاعتي مش هتنزل العصاره بتاعتها، هتحتفظ بعصارتها جواها، وهتكون حلوة. قطعة اللحمة هتبقى طرية واحنا بناكلها، مش هتبقى ناشفة. لو اللحمة في البداية نزلت العصارة بتاعتها بتنشف حتى لو سويناها كتير، لان طريان اللحمة مش بيعتمد على قد ايه احنا قعدناها على النار، قد ما بيعتمد على ان احنا في الاول حطيناها والحلة سخنة او لا. طالما انها مش لحمة مسلوقة، اللحمة المسلوقة بتكتسب الطريان بتاعها من ان احنا بنحطها في مية بتغلي، فبتحبس العصارة بتاعتها والمسام بتاعتها كلها بتتقفل. إنما اللحمة اللي بتتشوح في زيت أو في زبدة، لو حطيناها الزبدة باردة وهي باردة، هتفضل بقى تنزل في كل العصارة بتاعت اللحمة، هنشوف لون أحمر ما يعجبناش. هو ده مش لون وحش ولا حاجة، بس دوت العصارة بتاعت اللحمة بتفقدها بقى الطراوة والليونة بتاعتها، وفي نفس الوقت بقى بتاخد وقت كبير على ما تتحمر. يعني إحنا أولى بالوقت دوت وبالطعم في نفس الوقت. انا ما رضيتش احط الحبهان من الاول بس عشان ما يتحرقش، بس انا حطيت الحبهان دلوقتي، عديته. انا حطيت ثلاثة حبهان، بعدهم عشان لو في حد مش بيحب الاكل، الحبهان اللي محطوط فيه اقدر اشيلهم بعد كده هو من الاكل. انا حمرت اللحمه كويس، بدات اللحمه ما يبقاش فيها اي قطع بلون اللحمه. لسه بقلب في اللحمه، اللحمه خدت بدات تاخد لون حلو، وبدات تعمل صوت في الحله، ان يعني ما فيش اي سائل موجود، اللي موجود هو بس الماده الدهنيه. صوت الشكشكه ده يعني ما فيش سائل، في ماده بس دهنيه. انا عايزه ادي بقى اللحمه دي طعم جميل بعد ما بدات تتحمر كده. هعمل ايه؟ هجيب خل، مش هحط الخل في وسط الحله. طروف الحله بتبقى سخنه جدا، وبتبدأ اللحمة تعمل جزء من اللون على طرف الحلة. أنا لو حطيت حبة خل صغيرين قوي على اللون ده هيديني لون ذهبي حلو للحمة، إنما لو أنا حطيت الخل في النص، النص مش سخنة قوي زي الأطراف، لأنه في قطع اللحمة موجودة أغلبها، فمش هتديني اللون اللي أنا عايزاه. الفرق في التفاصيل ده على فكرة مهم جدا، بيفرق في طعم الحاجات. يعني التفاصيل مهمة مع الخطوات. انا ما حطيتش الخل من الاول، انا حطيت الخل لما بدات احس ان في صوت شكشكه جامد. الصوت ده معناه ان ما فيش سوائل، يعني طروف الحله بدات يبقى لونها داخل على براون خفيف كده اهوت. باخد انا اللون دوت بدخله جوه اللحمه بتاعتي وبقلب. دلوقتي بقت لما حطيت الخل، شويه الخل اللي حطيتهم عملوا سائل، المنظر اتغير والصوت اتغير نفسه. يعني انا وانا بطبخ المفروض مش بس بعتمد على اني انا شايفه وسامعه، عيني شايفه شكل اللحمه ووداني سامعه الصوت. الصوت ده بيعني ان مفيش ميه موجوده. دلوقتي بدا يظهر فعلا صوت الشكشكه تاني، يعني مفيش ميه موجوده مع اللحمه.
هفضل برضو اقلب دقيقه او دقيقتين، لان كل ما اللحمه اكتسبت سواها عن طريق التحمير قبل ما احط اي سائل، كل ما طعم اللحمه بيكون اجمل، بتبقى محتفظه بطعمها جواها وعصارتها، بتبقى فعلا طريه وجميله جدا. يعني لما هتجربوها ان شاء الله هتحسوا بالكلام ده. ممكن وانا بقوله في اي حد يقول طب ليه يعني، ما هي مش فارقه، حطيت الخل في النص، حطيته في طرف الحله، والله بتفرق. وناس كتير قالوا لي ايه المشكله، ولما عملوا مره الخل فعلا على جناب الحله كل ما يظهر اللون البني حسوا فعلا بفرق الطعم، وقالوا لي الريحه حتى نفسها بتختلف، وريحه التحمير جميله جدا. دلوقتي اللحمه اتحمرت خلاص، انا هجيب البصل. في ناس كتير قوي لما بتيجي تعمل كباب حله او بتيجي تعمل اي لحوم متحمره على النار او فراخ وهتحط معاها بصل، بتبدا بالبصل، بس انا مش عايزه ابدا بالبصل. لما ببدا باللحمه هي اول حاجه تاخد سخونه الحله، طعم اللحمه بيبقى جميل، وفي نفس الوقت البصل لما بحطه مهما اتحمر ما بيديش شكل التقليه ولا طعمها. انا عايزه البصل يتحمر بس يديني طعم مختلف عن الطعم اللي احنا بنحسه لما بيكون ده بصل متحمر لوحده في زيت او سمنه. انا هحط البصل اهوت وهقلب. انا بقلب البصل مع اللحمه علشان انا مش عايزه البصل برضو ينزل عصارته مره واحده، عايزاه يبدا برضو البصل يحس بالحراره، وتغلفوا الزبده والزيت، يغلفوا البصلايه من كل اتجاه علشان مش عايزه برضو البصل ينزل عصارته وتبدا تزيد كميه ميه في الحله بتاعتي قبل ما ايه ما اللحمه تكون بدات تستوي عن طريق التحمير. برضو زي ما قلت انا عايزه اللحمه هنا تاخد اكتر سواها من انها هي لحمه متحمره، وده بيفرق جامد في الطعم. يعني انا لو عايزاها لحمه مسلوقه كنت سلقتها، انما انا كده بحمر اللحمه وبحمر البصل. البصل هيبدا، البصل بياخد معايا وقت في تحميره مع اللحمه. انا ما رضيتش احط على البصل شويه ملح، مش علشان في لحمه، اه صحيح لما بيكون في لحمه ما بنحطش الملح في البدايه، بس اللحمه اتشوحت خلاص كان ما فيش مشكله ان انا احط ملح، لكن انا ما حطيتش الملح علشان مش عايزه البصل يروح منزل العصاره بتاعته مره واحده، انا عايزه اللحمه تفضل تتحمر. لو انا حطيت ملح البصل هينزل عصارته وتحمير اللحمه هيقل جدا. هتبقى برضو هرجع واقول ما تزهقوش مني، لحمه مسلوقه، انا عايزاها لحمه ايه؟ محمره. ويا ريت دي تكون نصيحتي اللي استفدتوا منها النهارده في الجزء ده. اهم نصيحه في الاكله دي بالذات او في الطواجن بصفه عامه اللي بيبقى فيها كميه لحوم او بصل كتيره متحمره على النار، ان احنا اللحمه تاخد سواها عن طريق ايه؟ انا ممكن اكون بعيد كتير، بس انا بجد عايزه اعلم اي حد بيسمعني يطلع اكله حلو زي ما انا ضايقه حلو. يعني هكون سعيده جدا لما حد يقول لي انا عملت الاكل وفعلا طلع طعمه مختلف. في ناس كتير جدا بتعمل طاجن البطاطس يا جماعه، يعني انا ما اخترعتش اكله، ده مش اختراع. دي طاجن بطاطس، اكل كنا بناكله من زمان من واحنا صغيرين، وجدودنا كانوا بيعملوه، مش بس امهاتنا ويعني اللي كانوا بيعملوه لنا. وعلى فكره يعني الاكل الحلو مش بس الستات اللي بيعملوه، في رجاله كمان وفي شباب بيحبوا يقفوا في المطبخ يعملوا اكل وبيطلع جميل. فانا بقدم نصيحتي دي لكل الناس، وهكون سعيده قوي قوي لو الاكل ده بجد عجبكم. جربوه طبعا، انا شم ريحته وعجبني. البصل بدا هو كمان يدبل، انا هعرف ان البصل بدا يدخل على سوا ازاي. لون البصل هيتحول للون الشفاف، البياض اللي في البصل هيبدا يروح، وده اللي انا عاوزاه. عايزاه البصل يتحول للون الشفاف ويبدا ياخد جزء بقى من لون اللحمه، يبدا يديني لون على ذهب شويه، بس بالصبر. يعني هفضل اقلب، معلش ده طاجن، يعني ده اكل زمان، اكل الناس الرايقه اللي كانت بتقف تطبخ بهدوء وتعمل كل حاجه بهدوء، بس بنفس الوقت سريعه لانها منظمه حاسبه حسابها. انا جهزت كل مكوناتي قبل ما اعمل، مش عشان ده برنامج، لو انت في البيت او انت في البيت هنجهز كل مكوناتنا وهنحطها قدامنا وهنشوفها 1 2 3 عشان ما ننساش. لو نسيت احط حاجه هلحق نفسي وهحطها بعد شويه، انما لو ما كانتش المكونات كلها قدامي انا ممكن انسى حاجه ما احطهاش خالص. نفس الحركه اللي عملتها مع اللحمه لما بدات تشكشك، ان انا لقيت على اطراف الحله لون غامق شويه بدا يظهر، حبيت ادخله واشربه في اللحمه. حطيت ايه؟ حطيت خل.
برضو هحط نقرة خل مع البصل، هتعزز لي لونه لانها هتطلع لي اللون اللي طلع على الجناب وتدخله جوه البصل. سنه على طرف الحله ومش كتير، لو احتجت ممكن احط تاني بس ما احطش مره واحده. الحله كانت هتلسعني عشان النار عاليه، بس انا احب انصحكم بنصيحه، تحمير اللحمه لازم النار تكون عاليه، ما ينفعش ابدا احمر لحمه في نار مش عاليه. انا كده ما بحمرهاش، انا كده برضو بقول تاني بسلقها، انما لو النار عاليه يبقى انا بعمل ايه؟ بحمر اللحمه. البصل بدا يديني اللون الجميل بتاعه. على فكره الاكله دي هي انتوا شايفين ان انا واقفه كتير بحمر في البصل، بس مجرد ما اتحمر البصل مع اللحمه خلاص انا خلصت كل تعبها، هحطها بعد شويه في الفرن وخلاص هعمل حاجه تانية. يبقى انا ما عطلتش نفسي اكتر من اني اديت الاكله حقها. مهم قوي يا جماعه ان احنا ندي الاكل حقه ونكون فرحانين وسعداء بيه. لو عملنا اكل واحنا مش فرحانين على فكره مش بيطلع حلو. اهم من المكونات ومن التوابل حبك للاكله اللي بتعمليها وفرحتك بان اللي هياكلوها هيبتسموا ونشوف الابتسامه دايما على وشهم. هحط برضو شويه خل كمان صغيرين على الطرف يعززوا لي برضو اللون، وعلى فكره بيدي طعم حلو وبيساعد انسجه اللحمه على انها تستوي بسرعه. يعني الخل جميل في حد ذاته في اللحوم، يدي طعم مسكر وحلو قوي. الخل مع اي حاجه فيها سكر بيبقى حلو. البصل عندنا هنا فيه سكر، بينزل السكر بتاعه مع الخل بيدي طعم جميل جدا. البصل عندي بدات تبقى شفافه ولونها بدا يكون مدي على ذهبي سنه. شفتوا بقى بالرغم انها قعدت على النار كتير، لو احنا بنعمل تقليه كشري مش كان زمان دلوقتي البصله بقت لونها بني وغمقت؟ ليه؟ لان احنا حاطين بصله في زيت وبنحمره، انما احنا هنا اهو حطيناها بعد اللحمه، فاللحمه مصت حراره الطاسه في الاول والبصل بدا ياخد الحراره على خفيف وياخد اي عصاره نازله من اللحمه يمصها. يبقى انا وانا باكل الطاجن مش بس قطعه اللحمه اللي طعمها جميل، البطاطس هتكون طعمها جميل، وان شاء الله اي حد هيعملها ويدوقها هتفكروا باكل امه وجدته اللي كان بياكلهم زمان، لان هم كانوا بيصبروا على الحاجه. ممكن اكون محدثه في الطبخه شويه، زمان ما كانوش دايما يدوا الاكل خل، كانوا برضو يخافوا، بس مع التجربه يعني انا احب الاكلات القديمه بس احب ادعمها بفكر جديد شويه طالما ان هو هيخلي الاكل احسن. انا كده هوت حمرت البصل تقريبا، يعني خلاص بدا يبقى شفاف ولونه جميل جدا وواخد اللون الذهبي واللحمه شكلها حلو قوي قوي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ طبعا انا مجهزه البطاطس الاول قبل ما اعمل اكلتي، احنا متفقين ان احنا بنجهز كل حاجه قبل ما نبدا نعمل الاكله. طب البطاطس لو انا سبتها متقطعه كده ايه اللي هيحصل؟ لونها هيسود ومش هتبقى حلوه، فلازم ننقعها في ميه. البطاطس من الحاجات اللي بتسود، لازم لو هقطعها قبل الاكل انقعها في شويه ميه. دلوقتي انا هصفيها من الميه وهاجي احطها على طول. ما انساش يا جماعه بعد ما اصفي اي حاجه من ميه ما امشيش بالمصفى كده اهو توقع على الارض وبعد كده اتزحلق، او اي حد من الاولاد داخل المطبخ او اي حد يتزحلق. هحط هرجع الطاسه وحكسي وهرجع تاني بسرعه. مش عايزه اقول لكم اللون قد ايه بقى جميل. انا كده بقى هحمر برضو البطاطس، كده ما بقاش عندي اي سوائل في الحله، فالبطاطس لما هتتحط برضو هرجع واقول مش هتتسلق، هتتحمر الاول وهتاخد حراره اللحمه وهتاخد حراره البصل وهتاخد الطعم الجميل بتاعهم. هستمر اقلب فيها شويه وهحط معاها الجزر. برضو الجزر انا مجهزاه مكعبات، كل ده عشان ما اضيعش وقتي وعشان اكون منظمه، عشان الاكل ما ياخدش معايا وقت كبير. لو انا بقول ان الاكله دي مدتها كبيره يبقى اوفر شويه من مدتها بايه؟ باني انا اجهز كل الادوات الاول بتاعتي وكل الحاجات اللي هعملها، حتى التوابل اجهزها جنبي برضو، ما فيش مشكله خالص ان انا احط كل حاجه جنبي. قلبت البطاطس وقلبت الجزر. الجزر على فكره ما بياخدش سوا كتير، كان ممكن احطه في الاخر، بس في الاكله دي بحب ان هو ياخد طعم اللحمه. يعني عايزه كل المكونات اللي تتحط هنا، كل ما نقطه اي نقطه عصاره من اللحمه تنزل المكونات دي تمصها. وهنا الفرق
يعني انا كان ممكن احط بسرعه شوح اللحمه بسرعه البصل بسرعه، لا كل حاجه تاخد حقها علشان يمصوا من بعض. انا عايزه الاكل يبقى نكهته متكامله، يعني انا باكل اللحمه حاسه بطعم اللحمه بس في نفس الوقت حاسه ان اللحمه شاربه من طعم البصل، ادها اضافه، واللحمه ادت للبصل اضافه وادت للبطاطس اضافه، يبقى كل مكون في الطبق بتاعي فعلا طعمه جميل. والبطاطس بدات تاخد برده لون حلو معايا في الوقت دوت. بقى هكون مجهزه يا جماعه ميه سخنه لما اكون بعمل اكل وعايزه اسقيه او احط عليه ميه. طبعا انا هنا مش هحط شوربه لان هي اللحمه بتعمل شوربه، مش انا لو سلقت اللحمه هاخد منها شوربه، انا هنا ما بسلقهاش، انا هنا بخلي شوربتها هي جايه منها، يبقى هحط ميه. احنا مش لما بنسلق بنحط ميه بتغلي بنحط فيها الحاجه، طيب انا هنا بقى ايه هحط كميه ميه. انا كنت مسخنه الميه دي يعني الميه مش بارده، لو انتوا معايا هنا في الاستوديو كنت حسيتوا قد ايه. انا مش عايزه اقول الاستوديو، انا عايزه اقول في مطبخي، لان انا حاسه فعلا ان انا واقفه في مطبخي وبعمل الاكل ده لحد بحبه. يعني انا عندي عزومه، على فكره كل حد مننا ممكن يكون عنده كل يوم عزومه، يعتبر اللي بياكله سواء كانوا اولاده او كانت الزوج او الزوجه او اي حد، طالما انا بطبخ اعتبر اللي هياكل ده ضيف عندي. طبعا لازم اكرم الضيف، اقدم له احلى ما عندي. وانا حاسه اني انا وانا بقى يعني بحط الخطوات بالراحه كده وبهدوء بحط احلى ما عندي، ونفسي ان انتوا كمان تعملوه وتحبوا قوي الاكله وانتوا بتعملوها. والله ده بيفرق كتير، ما تفتكروش ان ده مجرد كلام بيتقال، الاكل يا جماعه المعمول بحب جميل. انا دلوقتي هحط بهار، البهار بحط كميه كويسه، لان الاكله دي يعني هي مش طبيخ، هي طاجن، وهي طاجن لحمه بالبطاطس مش بطاطس باللحمه، يعني توابله توابل اللحوم، اللحوم بتحب التتبيله. انا حطيت حوالي معلقه بهار، وعلى فكره لما نجيب احنا البهار ونطحنه بنفسنا البهار بيبقى جميل جدا. وهقلب بسرعه، قلبت المكونات، مش هملح دلوقتي ومش هحط الفلفل الاسود دلوقتي علشان انا عايزه الملح احطه في الاخر قبل ما تدخل الفرن على طول، علشان برضو المكونات تحتفظ بطعمها الاساسي وبتذكرتها، وفي نفس الوقت الفلفل الاسود مش عايزاه يغمق لي الطاجن قوي، البطاطس بتمص اي لون واي طعم بسرعه، فانا هحط الفلفل الاسود في الاخر قبل ما ادخلها الفرن على طول. وهحط برضو الفلفل الاخضر معايا، هحط نصه بس دلوقتي، هينكه الطعم بتاع الطاجن، وفي نفس الوقت هسيب النص التاني يتحط على الوش عشان يديني اللون الجميل بتاع الفلفل. دلوقتي انا شايفه ان كل مكوناتي بتغلي، هغطي وهشيل المعلقه بتاعتي وهسيبها تغلي شويه، انا عايزه البطاطس تستوي نص سوي على البوتاجاز والنص التاني في الفرن. برضو في معلومه هنا، البطاطس لو اخدت كل سواها على النار مش هتاخد طعم الفرن، ولو انا حطيتها في الفرن مش مستويه قوي ومن بدري مش هتستوي قوي، مش هتديني الاحساس بتاع البطاطس اللي انا عاوزاه. انا عاوزه احس ان البطاطس الواحده بوحدتها وفي نفس الوقت لما اجي ادوس عليها في بقي تدوب، الاحساس ده بيجي من ان انا اسويها نص سواها على البوتاجاز والنص التاني في الفرن، وصدقوني لو جربتوا ده هتحسوا بفرق. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ على ما البطاطس تغلي معانا شويه هجيب مكونات السلطه بتاعتي. عندي طماطم مخلله، هجيب لها طماطم، وعندي بقدونس، انا هخلي المكونات مكانها وهقول لكم. عندي طماطم وعندي بقدونس، عندي جزر، عندي فلفل، هحاول اخلط المكونات بتاعتي دي كلها مع بعض. هجيب جزر هقطعه هنا، وهجيب معاه شويه بقدونس صغيرين مش كتار عشان انا بقيت البقدونس، طبعا في حاجات بتقع مني وانا باخدها بايدي بس إيه، انا غسله ايديا وست البيت مش بتلبس جوانتي في البيت عندها. وهحط الثوم، كفايه فصين اتنين، ممكن الثوم لو كان مش كتير، على فكره في الاكل ما بيبقاش وحش في السلطات انه يبقى مش كتير، بيديني نكهه بس ما بيدينيش الطعم الثوم الجامد اللي ممكن يتعبني بعد كده. هحط معاها معلقه مستارده، هجيب الملح بتاعي،
احط شويه ملح، هي هتاخد مني كميه ملح مش هتاخد يعني، وهحط معايا هنا اهوت فلفل، معلش ايدي جه عليها مستردة فامسح ايدي الاول. حطيت عليها الفلفل، وعندي بقى سيد الوصفه الفلفل الحامي. طالما طماطم مخلله يبقى فلفل حامي، لو احنا عايزين الفلفل ما يكونش حامي قوي يعني بلاش احط المنطقه بتاعت البذور، اجي عند البذور واخد كده اهو، مش هحط ايه البذور، انا جيت حوالين البذور واخدت. نخلي بالنا ان في البذور بيبقى فيه جزء كده جنبين اتنين في قرن الفلفل الحامي اللي طالع منهم بذور، الجنبين دول بيبقوا احمى حاجه، لو احنا خدنا من الجنب ده ومن الجنب ده ما بيبقاش حامي قوي، لو تجنبنا البذور دي هنتجنب كميه كبيره جدا من الحرقان. هخلط المكونات بتاعتي مع بعض، انا مش راضيه اتكلم عشان بس الصوت. لو المكونات ما اختلطتش كويس ما عنديش مشكله خالص اني انا افتحه واقلب مكوناتي تاني. اللي هيساعدها بقى على انها تختلط كويس ايه؟ عارفين الطماطم المخلله بتحب الليمون جدا، ده غير بقى ان سبحان الله الليمون بيحليها، والطماطم نفسها هي فيتامين سي، وهي يعني وفيتامين سي بيساعد على امتصاصه ايه؟ يعني فيتامين سي من الحاجات اللي بتتفق جدا موجوده في الليمون وفي الطماطم، يعني بيساعدوا على امتصاص اللحوم البروتينات اللي موجوده في اللحوم والحديد. فاحنا دلوقتي عندنا طاجن بطاطس هنحط معاه، هناكل معاه مش هنحط معاه، هناكل معاه طماطم مخلله. كميه الليمون اللي انا حطيتها دي 6 ليمونات، ما استغربش ان انا حاطه 6 ليمونات، الليمون بيحلي جدا. هحط بقى معلقه خل صغننه، هحط معلقه وهضرب تاني. خلاص كده اهو انا كده عملت الخلطه بتاعتي، وهحط عليها شويه كمون، هقلبها، هشيل السكينه بتاعتي دي. قلبت الخلطه بتاعتي كويس، مفيش داعي بقى ان انا ايه يعني ابهدل اطباق او حاجه تانية. امسح بس لوح التقطيع قدامي، اشيل ده هنا وهقلب. الزيت بقى من العوامل الجميله جدا 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 لنجاح السلطات. اولا بيلمع السلطه، بيربط المكونات كلها ببعض، بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي انا حطيت كل مكوناتي، اللي ناقص معايا ايه؟ السكر. السكر بقى بيدي اضافه رائعه للسلطات، يعني مش عايزه اقول لكم هو بيندمج مع الخل. انا هحط كميه معلقه تقريبا، مش هحط كتير قوي، بس بيدي اضافه حلوه جدا، بيخلي الخل يبقى فيه كده تناغم مع بقيه المكونات. في ناس كتير ما بتحبش تاكل الحاجه اللي فيها خل، بتقول زي بتعمل كده شرقه في الزور. لما بنحط السكر الموضوع ده بيقل كتير. هجيب طبق احطه، هجيب الطماطم بتاعتي. انا هعمل ايه؟ هعمل قاعده للطماطم. طبعا الجزء ده كده كده بنشيله، هشيل الاول الجزء ده من كل الطماطم. طبعا واحنا بنشتغل يعني ما اشيلش من طماطمايه طماطمايه، انا هخلي الست طماطمات، يبقى اشيل الجزء اللي شكله مش لطيف في الست طماطمات. الطماطمايه دي شكلها اصلا في حاجه كده مش مظبوطه، هشيلها، هاخد واحده تانية غيرها. شلت كل الاجزاء اللي مش عجباني في الطماطم، كده الطماطم بقى فيها قاعده. هعمل ايه؟ معايا سكينه حاميه، الطماطم بتحب سكينه حاميه، ده غير ان الطماطم شيء جميل، يعني ليه وانا بعمله ابوظه؟ انا بحس ان السكينه لما بتكون مش حلوه وبضغط بيها على حاجه بتغير من نكهتها، يعني بتتهري. الطماطم حلوه وهي
بشكلها وبجمدانها ده لو انا هريتها مش هتكون حلوه. شققت الطماطم بس ما خلصتهاش للاخر، عامله لها قاعده، بشقق اهي كل طماطمايه لوحدها وبجمعهم. هخلص تشقيق الطماطم بس مش هكمل السلطه، هحط البطاطس في الطاجن وهدخلها الفرن وبعدين نكمل السلطه بتاعتنا. ده تنظيمنا دايما واحنا واقفين في المطبخ، بنظم وقتي بكده. يعني انا ما وقفتش اتلهيت في اني بعمل سلطه طماطم او بعمل طماطم مخلله انسى الحاجه اللي على النار، لا مش هنسيها. انا هعمل ايه دلوقتي؟ الطاجن بتاعي هجيبه بس مش هحط فيه البطاطس على طول، هدخله الفرن 5 دقايق يسخن واطلعه احط فيه البطاطس بتاعتي. ودايما لما بكون بدخل حاجه في الفرن كانت بتغلي على النار، طالما هي مش صينيه وهتدخل هفضيها في حاجه تانية، يبقى يا ريت الحاجه التانية دي تكون سخنه، سواء كانت طاجن او صينيه الومنيوم برضو او تيفال او ايا كانت، يا ريت تبقى برضو سخنه، علشان ده اولا انجاز في الوقت، يعني بنجز في وقتي، ده غير ان انا بخلي الحاجه تستمر في الغليان على طول، ما اقللش الغليان بتاعها. دلوقتي انا هشيل الطماطم بتاعتي والخلطه بتاعتها على جنب، لان انا كنت مولعه الفرن من الاول والفرن فعلا سخن. البطاطس الطاجن انا حطيته دفي، هراي يعني انا عندي هنا جزء اهو مبلول من مطرح الطماطم، لا مش هحط عليه، احط الطاجن بعيد. يا جماعه احنا نحافظ على حاجتنا، صحيح دلوقتي بيقولوا اغلب ان الحاجات عادي مش زي الاول بنخاف عليها، بيقولوا لا هي صناعتها افضل وبتنفع تتحط تطلع على طول على اي حاجه بارده، بس برضو الامان كويس جدا. بحافظ على حاجتي وعلى طبختي في نفس الوقت، مش الطبخه اللي تعبت فيها في لحظه تروح مني. يعني افضي هنا بالراحه وهشيل الحله بتاعتي، خلاص ما بقاش ليها لازمه عندي. هنا بقى هحط بقيه مكوناتي، هحط الفلفل الاسود، انا هقلب دوت بعد ما هحط التوابل، فهرشها الاول وبعد كده هوت ايه اقلبها. بحط كميه فلفل اسود حلوه، الحاجات الاكلات دي بتحب يعني تكون حقيقة كويس. هحط الملح، انا ما ملحتش لحد دلوقتي بس برضو مش عايزه احط ملح كتير، يعني الاكل لما يطلع دلع شويه ونحط ملح قدامنا على السفره احسن ما يطلع مالح. هحط ايه كمان؟ انا حطيت شويه بهار صغيرين في الاول، بس بقى رشه البهار الاخيره نكهتها مش ممكن، يعني هي دي اللي بتدي الاكل الطعم الفظيع بتاعه. انا همسك بايديا البهار وهرشه كده، طبعا احنا ايدينا ست البيت ايديها كل شويه بتغسلها وايديها نظيفه. فص الثوم ده ساحر، هو اللي بيكمل النكهه بقى ويعززها. مع فص الثوم هجيب القرفه، رشه صغيره قرفه مع البهار. على فكره البهار من ضمن مكوناته القرفه، بس الغريب جدا انك لما بتحط بهار وبنحط قرفه مع بعض في وقت واحد في اللحظه الاخيره قبل ما الحاجه تدخل الفرن، سبحان الله بيبقى لها طعم جميل. على فكره ده مش مجرد كلام، دي ملاحظات يعني كل مره نقف فيها في المطبخ نلاحظ. الطبخ كيمياء يا جماعه، يعني كل بس كيمياء ليها روح. يعني عملت المره دي الاكله عجبت اللي حواليا قوي، اقعد كده افتكر انا حطيت المره دي ايه اكتر، او المكون البهار كان المره دي فيه القرنفل اكتر، كان المره دي فيه جوزة الطيب اكتر، افتكر كده وانا بعمل. كل مره اكلتي هتطلع احلى من المره اللي قبلها، يعني كل مره هلاقي فيه جمال في اكلتي. دلوقتي بقى هجيب طماطم، انا حطيت السكينه هنا مع السلطه، هقطع الطماطم شرايح وهرصصها على وش طاجن البطاطس.
هتنزل جزء من الميه بتاعتها على طاجن البطاطس وهيبقى شكله جميل وطعمه جميل. وهاخد حبه الفلفل الصغيرين اللي انا سبتهم للاخر دول، هيدوا طعم جميل. في حاجه بقى، حته زبده في الاخر كده متوزعه. معلش الاكله دي دسمه يا جماعه، بس طعمها جميل وما بتتعملش كل يوم. رشه الزيت بتدي بقى لمعه بقى جميله جدا. برضو انا ممكن ادوقها، بس لو دقت ما دخلش المعلقه تاني في الاكل. طعمها حلوه جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ جبت الغطا، لو الحاجه اللي انا بعملها ما فيهاش غطا مش مشكله خالص، بلف بورقه فويل وبدخل الفرن. هفتح الفرن الاول. لاحظوا ان ده كان سخن قبل كده يا جماعه، فيعني يا ريت نبقى ايه واخدين بالنا ونبقى حريصين قوي واحنا بندخل حاجه الفرن. هسيبه في الفرن لما وشه يحمر هطلعه، هيبقى بالهنا والشفا اجمل طاجن. يا ريت بقى ان الوقت نطلع فاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني.